تلعب المرأة دورا حيويا وفعالا في بناء المجتمع، فهي اللبنة الأساسية في بناء وتكوين المجتمع، كالبذرة التي تنتج ثمارا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها. ولإبراز دورها المحوري في المجتمع التشادي، فقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للمرأة مكانة خاصة في برنامجه السياسي، وذلك عقب تنصيبه لولاية رئاسية جديدة. والدليل على ذلك ما حظيت به المرأة التشادية في المنتدى الوطني الشامل من ضمانات لحقوقها وكرامتها، وقد تحقق ذلك فعليا عندما وقع فقامته على أمر رئاسي يعطي المرأة حق التساوي لما حظي به الرجل في المناصب الإدارية والسياسية. شكرا لرئيس الجمهورية، شكرا لأن شال لوا ومضى فوقه وقال مين هني اللي قدام العوين ينتم 30% في أي خدمة أنا حكومة وأنباكر في الدبيتي وفي المير وبرزنا إدريس ديبي أنتانا وهذا الفضل ده متطبطه. لم يقف دور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في إعطاء المرأة التشادية مكانتها فقط، بل لقيت الفتاة التشادية أيضا نصيبها فيما يتعلق بضمان التعليم وتحسين ظروفها المعيشية وفتح الطريق أمامها لتصل إلى أرقى مستوى تستطيع من خلاله تحمل المسؤوليات التي دمنت لها من قبل الحكومة. استفدنا يعني المجتمع المدني كان لنا دور كبير وفي توعية النساء وخاصة في التدريب والتأهيل ما يخص التعليم، تعليم البنت، وهذا يدل بأن دور كبير في تعليم البنت لكي البنت تتقدم وتتطور حتى تصل إلى مرحلة جامعية وما فوق الجامعة. إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أعطى أولوية للمرأة التشادية في مختلف المشاريع الإنمائية، حيث ظهرت المرأة كقائدة في مختلف ميادين العمل منها الطب والتعليم والزراعة وحتى الهندسة، كما شاركت المرأة في مجالات عديدة كانت حكرا على الرجل سابقا. وفي أول حكومة الجمهورية الرابعة بعد الملتقى الوطني الشامل، فقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات واضحة للوزارة المكلفة بالمرأة على ضرورة العمل من أجل النهوض بها. الحمد لله بمساعدة الرئيس الدولة إدريس ديبي إتنو والمرأة الأولى هند ديبي إتنو، المرأة قدرت اندست في الحكومة في السياسة، هسه حاليا في الحكومة انت الجمهورية الرابعة، يعني فيها 8 مرأة في 29 وزير. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أوفى بما عهد وأعطى المرأة التشادية مكانتها المستحقة لممارسة أدوارها المتنوعة.